لما عربي بيطلع خارج المنظومة ديت وبيروح إلى النظام أو السيستم الواضح والمزبوط بيبدع. والأمثلة كتير جدا زي ما أنتوا عارفين. لو بصينا على اللي عملوا المسلمين 1000 سنة فاتوا، كانوا هم المتربعين على قمة العلم والتكنولوجيا في أوروبا الغربية. لو بنشوف الحضارة الإسلامية الجميلة في قرطبة، كانوا بيبعتوا 1000 سنة كانوا بيبعتوا الأسبان، لأنهم كانوا متخلفين في أوروبا، فكانوا بيبعتوا يجيبوا الطبيب من قرطبة، طبيب عربي أو مسلم، طبيب مسلم من قرطبة بيروح يجيبوه من قرطبة عشان يعالج الأسرة الحاكمة لبعض الولايات في أوروبا. فكان العكس هو ده اللي بيحصل بالنسبة للوقت الحالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ كل عام وانتم بخير ورمضان كريم. أول حلقة ليا في رمضان، إن شاء الله نتقابل كل سنة في رمضان لغاية ما يجي رمضان وأنا عندي 107 سنة إن شاء الله. ساعتها هعمل الفيديو الأخير وأرد على القناة. الأسبوعين اللي فاتوا أنا بيبقى ليا طقوس خاصة في رمضان شوية، وبيبقى صعب عليا إن نطلع، وبالذات مع الزحمة والاجتماعات والإدارة بالنهار وبالليل العيادة والكلام من ده، بيبقى الدنيا مشكلة بالنسبة لي. فخليت الذكاء الاصطناعي يعمل فيديوهات في الفترة اللي فاتت. ناس زعلت وبيقولوا إن الفيديوهات ما بقاش فيها فائدة طبية كبيرة، مع إن في فيديوهات مثلا زي بتاع الإنسولين وزي بتاع الكشف المبكر عن سرطان القولون، هو عبارة عن فائدة طبية واضحة وصريحة. وفي فيديوهات تانية بتبقى لمناسبات شخصية، مواليد أطباء عظماء، مواليد علماء وكده، فبنحاول اللي احنا الفترة اللي انا ما اكونش فيها احط الفيديوهات بتاعتهم. بس في نقطة، يعني انا لو عكست، اولا ما حبش حد ينتقدني وانتم عارفين، بس تعالوا نتخيل العكس. تخيلوا لو انا الاسبوعين ثلاثة اللي فاتوا دول ما طلعتش اصلا، هيتقال لك وانا اكتر واحد بيطلع عليه اشاعات في تاريخ البشريه، يعني قال لك ده قفل القناه، ده سافر، ده القناه معاك. فوجودي او وجود الحلقات دي على الاقل بيبقى لها فايده. ده غير طبعا ان بيبقى فيه فوائد علميه وبيبقى فيها فوائد شخصيه او احداث شخصيه لعلماء كبار. طبعا نبتدي بقى النهارده على الموضوع بتاعنا. زي ما اتكلمنا قبل كده عن الحضاره الطبيه القديمه بتاعه الفراعنه، واتكلمنا عن الحضاره الاغريقيه، النهارده هنتكلم بمناسبه رمضان عن الحضاره العربيه الاسلاميه. وبرضه انا عامل فيديو في الاول كده المقدمه جميل، وكان نفسي يطول عن كده بس مش هينفع فيديو المقدمه يبقى كبير. فالنهارده ان شاء الله هنتكلم عن عالم تركي، هو العالم خلوصي بهجت. ده اتولد في تركيا 1889 لاب وام تركيين وفي اسطنبول، ووالدته توفت وهو عنده 3 أو 4 سنوات، وطبعا عاش طفولة أليمة شوية وصعبة بدون الأم، وتولد تربيته جدته، والدته اللي هي خديجة بهجت. بعد كده والده أحمد بهجت راح انتقل للعمل في دمشق في سوريا، وتحديدا في دمشق يعني، وهو بعد كده انتقل معاه طبعا، ويتعلم في مدارس سورية في دمشق. وكان الدولة العثمانية هي المسيطرة دلوقتي، يعني دمشق كان جزء من الحضارة العثمانية، وكانت الدولة مزدهرة جدا، وهو تعلم في مدارس كويسة وتعلم اللغة اللاتينية واللغة الألمانية واللغة الإنجليزية. بعد كده لما كبر شوية كان عايز يلتحق بالطب من كتر القراية والكلام من ده كله، فما كانش في طب مدني متاح، كان الطب العسكري بس، فالتحق بأكاديمية كولخان التركية العسكرية طبعا، وتخرج منها 1910 كطبيب عام. 1914 على طول بقى أخصائي جلدية، تخصص في الجلدية. الحرب العالمية الأولى كالعادة في كل فيديو طبعا تحفظتوها، ابتدت من 1914 ل 1918، اشتغل في مستشفى أدرنا التركية العسكرية في الوقت ده. بعد ما خلصت الحرب جات له فرصة ان هو يشتغل في بودابست في المجر، وبعد كده طلع من بودابست على البرلين في ألمانيا، وده اداله احتكاك طبعا ان هو يحتك بمدارس مختلفة في الطب. بعد كده رجع لتركيا واستقر فيها 1923، اشتغل كطبيب جلدية، كان من اشهر الاطباء في الجلدية في ظرف سنتين او ثلاثة لغاية 1925-26، زع صيته في تركيا كلها، حتى ان هو بدأ يشتغل بالمجان. لاحظ بقى، بدأ يلاحظ حاجة اسمها مرض معين. المرض دوت تلاقي فيه قرح بتظهر في الفم، وقرح في المكان الأجهزة التناسلية، وقرح في العين. قعد يربط بينهم ولاحظ ان المرض ده بيشتهر في حتات معينة،
في مناطق معينة أو من الناس اللي جاية من مناطق معينة فسمى متلازمة كده مع بعضها. قال لك أنا عندي متلازمة هيبقى فيها قرح الفم مع قرح العين مع قرح المناطق التناسلية اسمه مرض طريق الحرير. طريق الحرير ده هو ده كان أيام التجارة القديمة زمان، كان اللي هو طريق بيربط في التجارة ما بين الصين وما بين دول الشرق الأوسط ودول البحر الأبيض المتوسط. فهو لاحظ إن الناس دي عندها المرض ده أو الثلاث حاجات دي، فبدأ يجمعهم. حلاوة الاختراع أو الاكتشاف بتاع العالم بتاعنا النهاردة إن هو يعني بيبعث طبيب شاطر وطبيب قاعد يشوف ويدون، فالطبع حاجة اسمها طرق التدوين، قاعد يتابع في المرضى دول على المدى الطويل. وبعدين جه سنة 1937 عمل المذكرة اللي اكتشف فيها، قال لك والله يا جماعة ده مرض اسمه مرض طريق الحرير وأنا عندي المواصفات وكذا وكذا وكذا. المهم راح رايح اللي هو المؤتمر الطبي السنوي بتاع الجلدية في فرنسا، وعملوا مؤتمر استثنائي ودعا فيه، هو الأول نشرها في مجلة اسمها ديرماتولوجيست. وبعد كده راح هو في المؤتمر دوت عملوا حاجة استثنائية ان هم دعوا اطباء العيون معاهم وعرض الافكار وعرض المرضى وعرض الاعراض بتاعتهم. اطباء العيون اقروا 100% بالموضوع، اما اطباء الجلدية قالوا لا ما فيش حاجة من الكلام ده، طريق حريري يا عم ولا بتاعه. وبعدين كمان ده عالم عربي، يعني اذا كان العلماء التانيين انتوا شفتوا كانوا دايما اللجان الطبية بيقعدوا يقولوا لا هو فين اثبات، قالوا نعم يا حبيبي طريق الحرير اشرب عصير. فالمهم راحوا ايه موافقوش، ورغم موافقة اطباء العيون طبعا في مثل دايما يقول لك ايه مع عدوك الا ابن كارك، هو اصله مع عدوك الا الفاشل في كارك، تمام؟ فاطباء الجلديه ما وافقوش، راح استسلم للموضوع وبدا برضه يقعد في عيادته يكتب الحالات ويسجلها ويدونها ويكتب الملاحظات عليها، لغايه ما بدا سنه او لغايه ما جت سنه 1947 بعد 10 سنوات بالظبط بداوا يقروا بظهور المرض ده وان ده مرض في الطب. طب ازاي يا جماعه؟ بدا يبتدوا هم ياخدوا الاعراض اللي العالم بتاعنا خلوصي بها كانت قالها سنه 1937 ويطبقوها على حالات، ظهرت الحالات دي في استراليا وفي الدنمارك وفي امريكا وفي اليابان وفي سويسرا. فبداوا زي كده ايام كورونا برضو الاول يقول لك ما فيش حاجه اسمها كورونا، في حاجه اسمها كذا، بعدين يقول لك في حاله ظهرت هنا وفي حاله ظهرت هنا وفي حاله ظهرت هنا بنفس المواصفات اللي احنا شغالين عليها، يبقى هو ده المرض فعلا. سنه 1947 بقى تم اثبات المرض والاعتراف بيه واضافته كمرض جديد للطب وسموه بهس الديزيز على اسم العالم بتاعنا في مؤتمر جنيف الطب الدولي عام 1947. وهو ما اقتصرش على كده بس في اكتشافاته، لا كان بيشتغل على السيفلس وبيشتغل على حاجه اسمها ليشمانيزيس. ليشمانيزيس ده مرض برضه تبع الجلديه كده، هو اول ما لاحظ شبك شكل تغير الاظافر فيه وعمل كتاب سماه درماتولوجي او درماتولوجي انتيسيفيولوجي، وعمل حاجه اسمها كان عايز ينقل كل حاجه لتركيا فكتب ارشيف اوف تركيش فور درماتولوجي انتيسيفيولوجي ديزيز. وبرضه عمل لاحظ برضه مرض كده تحسس لنوع معين من انواع التين. المهم الجلديه طول عمرها تكتشف عن طريق اطباء عرب، يعني انت عندكم مثلا مكتشف الاكزيما ومكتشف الجرب العالم اللي هو التوبري، عندك مكتشف ابو بكر الرازي مكتشف الحصبه ومكتشف معاها اللي هي الجدري، وعندك في ابو في برضه العالم اللي هو القمري، القمري ده اللي كان مكتشف امراض كتيره للشعر والجلد وكده. المهم نبتدي نخش على المرض بتاعنا. هو طبعا اتوفى سنة 1948 وزوجته توفت 1941 وكان عنده ولد وبنت، البنت سماها خديجة على اسم والدته والولد كان اسمه أغلو. بالنسبة للمرض بقى طبعا هو مرض مناعي، مرض مناعي احنا اتكلمنا كذا مرة عن الأمراض المناعية. الأمراض المناعية عبارة عن أمراض الجسم فيها بيدافع بيهاجم مرة واحدة الجسم نفسه أو بيهاجم خلايا الجسم اعتقادا منه بالخطأ إن دي إيه أجسام غريبة، تمام؟ زي ما اتكلمنا قبل كده عن الزئبقه الحمراء. طبعا الامراض المناعيه بتوصل حوالي 26 مرض، ده تقريبا تاني او مرض فيه. فانا قلت لكم ساعتها مميزاتها ان هي بتشتغل مره واحده كده، بتيجي في صوره مواسم، ممكن تبقى مثلا فتره المرض كامل وفتره المرض بيبقى ينشط اللي هي ريميشن سبميشن، وممكن وبتبقى غالبا في الناس اكتر من الرجاله، غالبا بتبقى بنسبات متفاوته، مثلا زي امراض بتبقى من 13 لواحد و10 لواحد و8 لواحد. دايما انا بشبه الامراض المناعيه، ما اعرفش انا قلتها لكم في الزئبقه الحمراء ولا لا، زي الناس المجانين اللي في اشارات اللي هو مرور كده اللي بيبقى هدومهم مقطعه كده، انت بتبقى في السياره مش عارف يعمل لك ايه، ممكن يدي لك ورده، ممكن يحتفك بطوبه، ممكن يجري، ممكن يضحك، ممكن ما تلاقوهوش، ممكن يجري قدام العربيه. الامراض المناعيه كده بالظبط، واحد قاعد في حاله مره واحده يجي له الحاجات دي.
هو بقى كمرض بهجت او مرض بهست بيتميز بقى ايه، ان هو بينتشر اكتر في دول اللي احنا اتكلمنا عليها، الشرق الاوسط والشرق الاقصى ودول البحر الابيض المتوسط. بالنسبه للي هم اكتر دول يعني هتلاقوها اليابان والصين وايران وتونس والمغرب، هتلاقي كده ايه شويه بحرف التاء وشويه بحرف الالف. اما تيجي تشوف التوزيع بتاعت المرض هتلاقي مثلا في تركيا هي اعلى حاجه، بيبقى 3 حالات لكل 1000 مريض. في اليابان مثلا حاله لكل 10,000. في دول شمال اوروبا بتلاقيها مثلا حاله لكل 300,000، وبتختلف من شخص لاخر وبتختلف من بلد لاخر. نيجي نبص برضو نلاقي ان هو دايما زي ما احنا قلنا كل الامراض المناعيه تبقى في الاناث اكتر من الرجال. ده المرض الوحيد المناعي من 26 مرض اللي في الرجال اكتر من الاناث، ما عدا لو هو في شمال اوروبا، لو هو العكس زي الامراض المناعيه العاديه في السيدات اكتر، انما في الدول العاديه بيبقى في الاناث اقل من الرجال عكس كل الامراض. تاني حاجه نبتدي نشوف اعراضه. اعراضه اي مرض مناعي بيبقى معاه ايه؟ اعراض عامه واعراض خاصه. الاعراض العامه اللي هي بتبقى عباره عن زي حرارة بسيطة، التهاب في المفاصل، التهاب في العظام، تغير في المزاج، توتر، قلق، اللي هي الأعراض العامة. ارتفاع في الحرارة دوت ما بقاش محسوس، اللي هو لكن عندي حرارة داخلية. وأعراض خاصة، الأعراض الخاصة لا يشخص مرض بهجت أو مرض بيست إلا ب3 حاجات. أو تشخيصه رقم واحد لازم 100% المريض يبقى عنده قرحة في الفم، زائد 1 أو 2 من اللي هيجوا، انما لا يشخص بدون قرح في الفم، عشان بس ما حدش يقول لك ايه اصلا انا جالي كذا. وطبعا لها مواصفات معينه وهقولها. اول حاجه لازم يبقى في قرح في الفم. القرح اللي في الفم دي بتبقى في 100% من المرضى، يعني ما اقولش على مريض ده بهجت وهو ما عندوش قرح في الفم. القرح دي بايه؟ اي حد هيجي له؟ لا، بتتميز بايه؟ انها بتيجي على الاقل 3 مرات في السنه، بتبقى متكرره، بيبقى علاجها غير السوايا غير القرحة العادية، بيبقى معاش غدد لمفاوية ملتهبة زي باقي الأمراض، وإنها ممكن تروح لوحدها وتروح فترة وتيجي فترة، تمام؟ خش على بعد كده القرح أو الالتهابات في الأجهزة التناسلية. بالنسبة للرجال بيحصل لهم التهابات في الخصة، بالنسبة للسيدات بيجي لهم قرح أو التهابات في الأجهزة التناسلية الخارجية، وقد يجي التهاب أو قرح متكررة في عنق الرحم. احنا قلنا في القرح بتاعة الفم 100%، أما بقى بالنسبة للقرح بتاعة المهبل أو عنق الرحم أو الأعضاء التناسلية الخارجية للمرأة بتبقى في نسبة 65% بس من المرضى. بعد كده نخش على التهابات العين. التهابات العين بتبقى في 70% من المرضى. 70% من المرضى بيجي لهم التهاب في القزحية، التهاب في القرنية، التهاب في الشبكية، بتيجي على ناحية أو ناحيتين. والمشكلة ان هو المرض دوت لو ما تعالجش بيبقى بيصيب بالعملة في نسبة 20% من المرضى. يا جماعة تلاقوا الفيديو بيقطع لان في ناس بتقعد تتصل على العيادة، فبضطر في رمضان الناس كلها سهرانة ففكروا لسه موجود في العيادة، فهتلاقوا شوية تقطيع كده في يعني بلحم الفيديو ببعض. المهم بالنسبة للأسباب بتاعتنا زي أي مرض مناعي مفيش أي أسباب واضحة، غير إن بيلاقوا مثلا أسباب وراثية أو استعداد وراثي، أسباب مناعية، أسباب بيئية. يعني مثلا لقوا إن بعض المرضى بيبقى عندهم أو 50 إلى 60% من المرضى بيلاقوا حاجة اسمها الجين اللي هو HLA-B51 إيجابي. تشخيص بيعتمد على اللي هو تشخيص تحليل الجين اللي احنا قلنا عليه دوت، ويعتمد بقى على الوجود الاكلينيكي بتاع المريض وشطاره الدكتور نفسه. في روش غير تحليل واحد غير التحليل التاني، ده اسمه بسيرج تيست، اللي هو استجابه الجلد للوخزات بطريقه معينه كده، بيجيبوا سترنجه بسيطه اللي هي G21 وفي السعد الدخيل بتاع الايد، وبيشوف استجابه الجسم ليها بعد من 24-48 ساعه، بتظهر ندبات وبيبقى فيها صديد، ودي برده ما بتبقاش ايجابيه في كل المرضى برده في عدد محدد. يبقى كلينيكيا مع الاختبار HLA-B51 مع وجود قرح في الفم بنسبة 100% زائد 1 أو 2 من اللي جايين اللي هي قرح العين، قرح الأجهزة التناسلية، والاختبار بتاع البسيرجيست. بسيرجيتست. طيب بالنسبه للعلاج برضو زي علاج كل الامراض المناعيه بيبقى عباره عن كورتيكوسترويد، او مش عايز اقول اسامي علميه عشان الفيديو ينتشر عشان اغيظ الكائنات الاليه، لان لو ما انتشرش هيبقى بسبب الاسامي العلميه. بس هم عموما بياخدوا كورتيزونات، بياخد نانوسترويد الانتي انفلاماتوري، يعني بياخد اللي هي الامراض الادويه اللي ضد الالتهابات. بعد كده بنعلى شويه بندي الايمونوسبريسنت دراج او الادويه اللي هي ضد مثبطات المناعه زي الاسسبرين. ده باختصار كنا بنحتفل بالعالم التركي بتاعنا،
وبالعلماء العرب. اهم حاجه بقى طبعا النهارده 14/3، بكره احتمال ما ابقاش فاضي، فانا بوجه رساله لبابا بقول له كل سنه وانت طيب بمناسبه 15 مارس، وادعوا له دايما بالصحه وطول العمر يا رب. خلي لينا وكل عام وانتم بخير وتصبحوا على خير. أبويا كفوف تشيل مكويل، أبويا السيرة والتفاصيل، أبويا الظهر من الأيام وحب حقيقي دون تمثيل، أبويا قلب هادي جميل بوش عجوز وشكل شباب، أبويا نغني من وأنا عيل، وأنا كل ما قابل حد يقول عن أبويا جميل، راجل ولا ميت راجل جدعان في الأزمة ما بيجليش ويشيل، الناس كلها عارفة تمامه وتقيل في كلامه وفي مقامه، تتهز الشنبات قدامه وحضوره خفيف وخصامه أصيل. الرجل الذي لن يتكرر في حياتك والذي لن يعوض غيابه أحد، لا أخ ولا زوج ولا ولد، لكل شيء بديل إلا لهذا الرجل. ذاك الرجل هو الأب، الحب الأعظم لكل فتاة ومدرسة الحياة الأولى لكل شاب، الوحيد الذي يشقى لتسعد أنت. لا يسعنا إلا أن نقول اللهم طول في عمر كل أب وارحم من أصبح تحت الثرى. كل ما الواحد سنه يزيد ويلف الدنيا يشيل الهم، يكتشف أن الأب ده نعمة وملوهش بديل، ولا خال ولا عم.